اليوم 80% من اقتصاديات العالم قائمة على المدن. في 10-20 سنة قادمة سوف يكون 90% من اقتصاديات العالم قائمة على المدن. فإدارات تخلق تنمية، تخلق التنمية في المدينة. المدينة المنورة، الواجهة السعودية العصرية والوجهة الحضارية الإسلامية، درة المدائن يعانق نخيلها فضاءها الكبير ويشع من على مآذن حرمها النبوي الشريف، ضياء يبعث السكينة والطمأنينة في نفوس سكانها وزوارها. على مر العقود الماضية نمت المدينة بشكل راعى توظيف حاجات الإنسان والعمران تخطيطياً وعملياً ليلبي متطلبات تلك المراحل الزمنية في مستوى البنى التحتية والخدمات والمرافق. مع النمو السكاني والتطور التكنولوجي تطورت أساليب الحياة وبرزت الكثير من الأفكار الضرورية في المدن العصرية لترفع من مستوى جودة الحياة وتعزز من البيئة الاقتصادية والاستثمارية لتحقق الرفاهية لإنسان هذه المدن. وهنا في المدينة المنورة أطلقت السعودية الأعمال في بناء صرح حضاري يجذب الاستثمارات ويقدم أسلوب حياة متميز، مدينة المعرفة الاقتصادية. مدينة المعرفة الاقتصادية تمثل واحدة من منظومة المدن الاقتصادية التي تم إطلاقها بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص استثمارية متميزة تعمل كمحفز لبناء مناطق تجارية إضافية ضمن الاهتمام الكبير التي توليه حكومة المملكة العربية السعودية للاقتصاد بهدف وضع المملكة ضمن مصاف الدول الاقتصادية الكبرى. هو مشروع قائم على رأس شركة خاصة مساهمة قامت بتطوير وتفعيل وتشغيل المشروع بمساحة 6.8 كيلومتر مربع. طبعا تشرف على أعمال الشركة وأنشطتها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وبوصف الشركة داخل النطاق العمراني للمدينة المنورة فإنها تستفيد من المكانة الاقتصادية والروحية للمدينة المنورة كأول عاصمة للحضارة الإسلامية ومستقر خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تتمثل رؤيتنا في أن نصبح بوابة المدينة المنورة للمستقبل، ورسالتنا في بناء صرح حضاري جاذب ومحفز الاستثمار يوفر لقاطنيه ولزوار المدينة المنورة أسلوب حياة متميز وخدمات متكاملة، كما يقدم عائدا مجزيا لمساهمين. الاستفادة من مكانة المدينة المنورة الدينية والتاريخية بتطوير بيئة جاذبة تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة في ربط مختلف مكوناتها هو أساس هذا المشروع، وهذا لا يمكن أن يتم إلا بإنشاء مشاريع تطوير عقاري تساهم في تحقيق أهداف الخطط التنموية للمملكة العربية السعودية وربط مكوناتها برؤية 2030 بما يساهم في خدمة سكان وزائري المدينة المنورة. يهدف مشروعنا إلى دعم المسيرة المتسارعة للاقتصاد السعودي من خلال ما يوفره من فرص وأنشطة تخدم رؤية المملكة الطموحة 2030، حيث يخدم مشروعنا جميع برامج الرؤية بصورة عامة، وعلى وجه الخصوص برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج جودة الحياة وبرنامج الإسكان وبرنامج تحول القطاع الصحي وكذلك برنامج تنمية القدرات البشرية، بالإضافة إلى منظومة السياحة كذلك. تصب مخرجات هذه البرامج فيما نعمل على تحقيقه من تطوير مدينة تحاكي نموذج المدن الذكية متكاملة الخدمات ضمن بيئة صحية وفق ما تم تصميمه من مخطط عام يراعي توفير المساحات الخضراء والممرات والساحات المفتوحة بمبان عالية الجودة ومنتجات صديقة للبيئة ومرافق تعليمية وصحية تستخدم التكنولوجيا الحديثة وما يستلزم ذلك من توفير فرص عمل للشباب والشابات لإدارة جميع هذه المنظومة المتكاملة.